تحياتي اخواتي، ربي يسعدكم جميعا. معكم المهندس فراس من المانيا مدينه بريمهافين. اليوم راح نكمل معكم ان شاء الله بالفيز الطويله لالمانيا. اليوم راح في هون كاتبين طبعا هذا تابع كمان للفئه الف بتقديم الطلبات. اذا كنتم ترغبون بتقديم طلب لم شمل الى اقرباء لكم من خارج اسرتكم او الى اولادكم البالغين، او اذا كنتم قد بلغتم من سن 18 وترغبون بتقديم طلب لم الشمل الى الوالدين، بسمحوا لكم اخواتي تعملوا انت هون فيزا، وراح اعطيكم ان شاء الله هلا الطلبات كلياتها اللي بتطلبوها لحتى تقدر تعمل هي الفيزا. خلوكم معي. من اجل منحكم الفرصه لاستيفاء هذه الشروط، قامت السفاره باتخاذ تدبير خاص بالتعاون مع برنامج دعم الاسره التابع لمنظمه الهجره الدوليه IOM، اذ بامكانكم الان تحديد موعد لدى IOM ميديكال بيروت. نرجو منكم إحضار صور عن جميع سجلاتكم الطبية وصورة شخصية لكم، بالإضافة إلى رسم قيمته $100 أمريكي في يوم الموعد، حيث يتم فحصكم طبيا في مركز EOM بيديكال بيروت. يعني إخواتي، أي شخص مريض أو معه إعاقة أو معه قصصيين مفروض يجيب الورقة تبعيته ويروح يفحص حاله بهذا المستوصف للتابع إخواتي للEOM ميديكال بيروت. ترسل منظمة الهجرة الدولية بعد ذلك تقييما إلى السفارة عن حالتكم بهدف معرفة مدى استيفائكم لشروط الحالة الاستثنائية من وجهة نظر طبية. يعني اخواتي هون اذا مستوصف بيبعث للسفاره مدى الحاله تبعيتك، اذا كان بالفعل انت يعني من الناس المستثنائين او ما من الناس المستثنائين، مشان يعطوكم القبول. في حال استيفائكم للشروط الطبيه الاستثنائيه تتصل بكم السفاره لتحديد موعد لكم باسرع وقت. في حال كانت حاله قريبكم في المانيا هي التي تستوجب تقييما طبيا، بامكانكم دفع رسم معاينه تقارير طبيه من قبل اطباء منظمة الهجرة الدولية 40 يورو من خلال حوالة مصرفية لصالح فرع منظمة الهجرة الدولية في ألمانيا، أو نقدا في مقر المنظمة أو مركزها الطبي في لبنان $30 أمريكي. لتحديد موعد للفحص الطبي لدى IOM ميديكال بيروت، نرجو منكم إرسال رسالة إلى الإيميل اللي راح أحط لكم إياها إن شاء الله يا رب على الفيديو، تتضمن المعلومات التالية: الاسم الكامل ورقم الجواز ورقم الموعد، صورة عن كل التقارير الطبية منفصلة على ألا تتجاوز مدة التقارير 6 أشهر، PDF أو GBG، يعني ملف صورة أو ملف PDF. في حال كان القريب في ألمانيا هو المحتاج الفحص الطبي، يضاف إلى المذكور أعلاه صورة عن جواز الشخص هذا في ألمانيا PDF أو GBG فقط، صورة عن سجل الطبي مترجم إنجليزي. يعني ممكن أخوات يكون الشخص اللي عامله ممكن شخص بألمانيا يكون مريض يبعث خاله أو قرايبه يساعده، أو ممكن يكون حدا من أخوالك أو عمامك الموجودين بسوريا مريض وأنت حابب تطالع، وحدة من الاثنين بيمشي حال. يجدر التذكير بأن تكاليف الرحلة لا تغطيها السفارة ولا منظمة الهجرة الدولية، وما باستطاعة السفارة ولا منظمة الهجرة الدولية المساعدة بأي شكل في عبور الحدود من سوريا إلى داخل لبنان. لأي استفسار ذي طابع غير طبي يرجى التواصل مع منظمة الهجرة الدولية على الرابط الإيميل اللي راح أحطلكم إياه إن شاء الله على الفيديو، أو على رقم الهاتف كمان راح أحطلكم إياه إن شاء الله على الفيديو. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت. طيب اخواتي، بنستنتج من هذا الكلام طبعا اخواتي انه انت فينك تطالع اي شخص قريب لك، خالك او عمك او مين من كان من قرايبينك، او ابنك مثلا لا سمح الله لعدة 18 سنه اذا كان مريض، حالته مريضه كثير، انت فينك تطالعه. والطلبات على هذا النوع من الفيز صارت كثيره صراحه، لذلك بدك يعني مع استثناء ممكن يطلعوا لك اياه ويسفروا لك اياه بسرعه باذن الله رب العالمين. بتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. تحياتي لكم، اخوكم ابن نزار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا المشاركه والاعجاب بالفيديو، واذا عندكم اي استفسار بتمنى تسالوني تحت الفيديو عن اي طلب من هي الطلبات. تحياتي لكم.